كابتن ميدو، لقاء سريع مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه، لكن في هذه اللحظات اللاعبين بالكامل والجهاز الفني داخل احدى القاعات لتناول وجبه العشاء. بعد قليل هرجع لك باذن الله ويكون معايا لقاءات خاصه وحصريه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في المباراه واحداث هذه المباراه والثلاث نقاط والمنافسه على البطوله الافريقيه. في تفاصيل كتير هنتكلم فيها النهارده في هذه السهره بعد الفوز بهذه المباراه، والاهلي الان في المركز الثاني بسبع نقاط، ومباراه الترجي هي مباراه الصداره يا كابتن ميدو لاعتلاء صداره المجموعه الاولى. اليك الكلمه. طب شكرا جدا يا محمد ومستنيينك. طب يلا يلا سامعني؟ يلا سامعك، اتفضل. كابتن سامي، كابتن سامي ابو صالح، احنا على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي مع كابتن عبد الحميد حسن والكابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن ماهر همام. مبروك المكسب والثلاث نقاط، ويعني مباراه كانت فيها رجوله كبيره جدا من الجهاز واللعيبه. الحمد لله، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، وطبعا برحب بالكابتن كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف، كابتن عبد الحميد، وبقول كابتن ماهر همام طبعا كابتننا واستاذنا. طبعا مباراه مهمه جدا، وممكن حضرتك شفت الملعب قد ايه عامل ازاي، وشفت الظروف بتاعه المباراه كانت صعبه ازاي، والفرقه بتلعب اخر امل ليها عشان يقدروا يوصلوا للادوار يعني النهائيه. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كالعاده يعني، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي الحمد لله بتظهر في المواقف ديت، ومباراه الحمد لله يعني كنا محتاجينها جدا، واتمنى ان شاء الله استمراريه ان شاء الله الاحسن ان شاء الله. اتعاملتوا بقى ازاي في هذه المباراه؟ انا عارف كانت في اسرار كتير وكنتوا قافلين كويس قوي على الفرقه في الماتشين. اتعاملتوا نفسيا وبدنيا وفنيا للثلاث نقاط في المباراه ديت؟ هو طبعا مستر باتريس وكابتن محمد زي ما حضرتك قلت انت، وانت الفتره اللي فاتت ديت، النواحي النفسيه الراجل بيشاطر فيها جدا وبيتكلم فيها كتير جدا. النواحي الفنيه اشتغلنا عليها كتير في الملعب، وخصوصا الكور الثابته الراجل بيركز فيها جدا، لان عارف بيبقى حل كبير جدا خصوصا في البطولات الافريقيه، مهم جدا. عندنا اطوال كويسه نقدر نستغلها، والحمد لله ده اللي فعلا حصل. تقفيل اللي قفلنا كويس، كنا عارفين ومستر باتريس اتكلم في النقطه دي ان هم هيبقى عندهم اندفاع هجومي كبير، لازم نقف كويس عشان ان شاء الله نقدر نستغل الارتداد بتاعنا، ان شاء الله عندنا فرصه. وده اللي حصل في اخر ماتش، كان عندنا فرص كتيره جدا، كان ممكن يبقى نكسب اكتر يعني، لكن الحمد لله احنا حققنا الهدف. ان شاء الله نتمنى الاحسن اللي جاي ان شاء الله. تعاملتوا ازاي مع الاصابات اللي حدثت اثناء المباراه، التغييرات الاضطراريه في ظل انت محتاج اي لعيب ممكن تغيره في المباراه او تستفيد بتغيير في المباراه؟ طبعا دي انت عارف الاصابات دي بتبقى حاجات قدريه انت ما تقدرش تتحكم فيها يعني، لكن الحمد لله احنا عندنا مرونه من اللعيبه سواء في الملعب او بره الملعب، قدرنا نغير الحمد لله، تغيير اسلام في وقت كويس، هشام محمد في وقت كويس جدا.